بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أخواني الأعزاء، يومكم جميل، رب تكونوا بخير دايما أينما كنتم في كل مكان وفي أي وقت. يتجدد لقائنا اليوم وفيديو جديد، وهنتكلم فيه يا جماعة النهاردة عن موضوع مهم كتير جدا جدا. الموضوع ده يا جماعة ما بيجيش في بال ناس كتير قوي قوي من اللي بتشوفني، لكن حابب أقول لكم جمل بسيطة جدا بتتكرر خاصة بالموضوع قبل ما أدخل في الموضوع. يعني مثلا يا جماعة جمل بالظبط زي ما بقولها حرفيا كده، في واحد تلاقيه يقول لك نفس العبارة، يقول لك أنا هموت واروح كندا. والله سمعتها. في واحد تاني يقول لك أنا دفعت تحويشة عمري كلها عشان أخد فيزا لكندا. أنا واحد منهم، أنا دفعت تحويشة عمري عشان أخد فيزا لكندا. نفس الشيء. واحد يقول لك كندا ده حلم عمري. كندا دي هي الحلم المنشود لمعظم الشباب ومعظم العائلات والأسر. ده منتشر، العبارات دي كلها منتشرة. لكن عشان اقول لكم موضوعنا بقى النهاردة، هنتكلم في نقطة في موضوعنا بنفاجئ بعد 3-4 سنين بالكتير قوي. بعض الناس بتلاقيها بتهاجر لبلادها تاني، بتخرج من كندا تاني، بترجع لبلادها او بترجع للخليج او بترجع لاوروبا، بتهاجر من كندا تاني. هو ده موضوع حلقتنا النهاردة، هو دي حكايتنا والفيديو بتاع النهاردة اللي هنتكلم فيه، وده اللي بنسميه بالهجرة العكسية. بداية حابب اقول لكم حاجة، يعني كل الناس ممكن عارفاها، معظم الناس عارفاها، ان كندا يا جماعة من اسهل الدول اللي ممكن تهاجر ليها، وده امر طبيعي جدا بدون اي مبالغة، لان كندا فعلا تقدر تعيش فيها بسهولة ويسر، وتقدر تعيش فيها عيشة كويسة جدا، وهي البلد الافضل من كل البلاد للهجرة. يعني هي لو تيجي كده تقارن بينها وبين كام دولة كده للهجرة، هتلاقي كندا هي الأفضل. كمان بتتميز كندا بأنها دولة بتوفر ليك كل أنواع الراحة والأمان للمواطنين والمهاجرين اللي عايشين فيها. كمان بيخليها الاختيار الأنسب ليك لما تيجي تقارن بينها وبين أكتر من دولة. كمان كندا تسجل نسبة قليلة جدا جدا من الجرائم والعنف والفوضى. كمان كندا ما بتلاقيش فيها انتهاك بخصوصياتك، ما بتلاقيش حد بيفرض نفسه عليك، ما بتلاقيش فيها مشاكل بلطجة، ما بتلاقيش فيها تجاهل الناس للقانون والدولة اللي هي احنا بنسميها بلطجة ومنتشرة كتير في معظم بلادنا العربية. كمان فيها استقرار كتير أسري، استقرار كتير جدا جدا أسري، والتعليم كتير جيد جدا من المراحل الابتدائية للثانوية للجامعات. يا جماعة بيوجد فيها أفضل جامعات العالم، يعني جامعات كندا متميزة على مستوى العالم وبتتعد في المراتب الأولى على مستوى العالم. أنظمة وبرامج كندا عديدة كتير ومتنوعة يا جماعة، يعني منها برامج فيدرالية وبرامج المقاطعات. تمتع كندا كمان بمستوى اقتصادي وصحي واجتماعي متقدم جدا ومتطور، لانها كندا ببساطة جدا من السبع دول الكبرى او العظمى من صناعة على مستوى العالم. جماعة الجنسية الكندية كمان بتفتح ابواب كتير للمهاجرين، ابواب كتير قوي بتفتحها المهاجرين الجنسية الكندية. واتكلمت انا قبل كده عن الجنسية الكندية والباسبور الكندي خاصة وعملت فيديو عنه. يعني بتفتح زي ايه مثلا؟ زي انك من خلالها تقدر تسافر وتشتغل في كل الدول العربية بسهولة ويسر، مش بسهولة ويسر كمان، وبمستوى أفضل وأرقى. كمان تقدر تسافر وتشتغل دول تاج الاتحاد، دول تاج الاتحاد اللي هي بريطانيا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية، تشتغل كمان بدون إذن عمل وبدون تصريح عمل، يعني بتشتغل كيفما تشاء وكيفما تحب زي ما بيقولوا. بعد كل ده تلاقي ناس بتهاجر من كندا، وهنقول لكم أسباب من وجهة نظرهم هم، لأن في ناس فعلا أنا سألتها، كل مهاجر بيختلف وجهة نظره عن الآخر، وكل وجهة نظر مختلفة وكل وجهة نظر تحترم. دي هنقولها في الأسباب اللي خلتهم يتركوا كندا. أول سبب سمعته كتير من الناس هي صعوبة معادلة الشهادات، الشهادات من بلادنا. يعني مثلا خاصة الشهادات العليا زي الطب، صيدلة والحقوق والهندسة، الشهادات دي يا جماعة الناس بتتعب كتير قوي لما بتيجي تعادلها، ولدرجة ان الناس بتشتغل شغلانات لا تليق بيها. يعني مثلا دكتور ممكن تلاقيه شغال في مطعم بيغسل اطباق، مهندس ممكن تلاقيه شغال في سوبر ماركت او في بنزينة. كتير الحاجات دي فعلا كان سبب بيسبب قهر لبعض الناس، ما بتقدرش تستحمل انها تشتغل في شغلانة
اقل من مستواها، ما يقدرش مثلا يقول لك انا كنت دكتور وكان عندي عياده وكنت في بلدي اجي اشتغل في مطعم او اجي اشتغل ايه شغلانه اقل من مستوايا. طبعا هو بيضطر سنه واتنين وتلاته واربعه انه يشتغل في الشغلانات دي عشان يقدر يطلع مرتب، عشان يقدر يعيش، وعشان يقدر يصرف عليه وعلى اولاده وعلى معادله شهادته اذا كان بيعادلها. ده كان سبب رئيسي جدا ومن اكتر الاسباب اللي سمعتها من اكتر من شخص. تاني حاجه النظام الصحي. النظام الصحي ناس كتير قوي بتسميه بيقول لك النظام الصحي السيء. فعلا يا جماعه النظام الصحي السيء ناس، ده تعبير على حد قولهم هم، بيقول لك نظام صحي سيء في كندا. يعني رغم ان العلاج ببلاش والكشف وكل ده ببلاش، حاجات كتير مجانيه في التخصص الصحي، لكن بتلاقي الانتظار طول الانتظار بطريقه غير معتاده. يعني مثلا عشان تروح تقعد في مستشفى ممكن تقعد 10-12 ساعه عشان تقدر تشوف دكتور، كمان لو حبيت تشوف اخصائي دكتور اخصائي في مرض معين بتاخد ميعاد بالشهور عشان تقدر تشوفه، كمان لو في لا قدر الله عمليه جراحيه او حاجه برضو مواعيد كتيره جدا، الا في حالات الارجانس الحالات الضروره جدا لا قدر الله اللي هي حالات حرجه جدا جدا او حالات الحوادث لا قدر الله. طبعا ده ما يسمى بالنظام الصحي السيء على قول الناس، كل شيء انا بقوله على قول الناس اللي هي بترجع وبتهاجر هجره عكسيه. كمان في ناس يا جماعه ما بتستحملش، كمان في ناس بتطلع تخدم تعالج بره بلدها. يعني مثلا ممكن يطلع بلد فيها العلاج رخيص يروح يعملوا عمليه فيها، او يروح بلده منها يزور اهله ومنها يتعالج فيها. كتير قوي ناس بتعمل كده، بتروح تتعالج بره كندا وبترجع تاني. كمان في التحدي بقى الاكبر، التحدي الاكبر اللي برضو ناس كتير قوي بتتكلم عنه، وهو الشتاء في كندا، الشتاء والتلج في كندا. يعني يا جماعه احنا كعرب جايين من بلادنا العربيه، جايين شمس طول العام طول الوقت، وكمان بتوصل درجات الحراره ل40 حر بقى وشمس وكده. احنا كمان هنا في كندا بعض المقاطعات بتوصل ل40 برضو، لكن 40 تحت الصفر. الجو التلج ده يا جماعة في ناس ما بتقدرش تتأقلم عليه ولا بعد سنة ولا بعد اتنين ولا بعد تلاتة، وفعلا بيكرروا العودة لبلادهم او العودة للخليج او العودة لأوروبا. طبعا في بعض المقاطعات في كندا يا جماعة الجو فيها معقول، زي فانكوفر مع الجو فيها كتير حلو، لكن احنا بنتكلم على مقاطعات زي كيبك، تورونتو، انتاريو، المقاطعات دي، مانيتوبا بقى، وفي البرتا، ادمنتون، في درجات حراره تنزل 30 تحت الصفر. في ناس فعلا بتقرر الهجره عشان كده. سبب كمان يا جماعه مهم جدا ايضا، وهو الضرايب في كندا. الضرايب في كندا غاليه جدا جدا، لدرجه ان في ناس بتقول لك الضرايب بتحش نص المرتب. لفظ كده في ناس هنا قابلتها قالت لك الضرايب بتحش مرتبنا، يعني بتضيع مرتبنا. الضرايب تقريبا بتوصل ل 15% على مستوى كل مشترياتك، على مستوى كل السلع فيما عدا الاكل. المواد الغذائيه ما بيبقاش عليها الضرايب اللي هي 15%، يعني الخدمات، يعني المشتريات بتاعتك كلها 15%. مرتبك كل اسبوع او اسبوعين حسب انت بتقبض ازاي بتلاقي مخصوم منه تقريبا 15%. لكن ما ننساش ان في مقاطعات الضرايب فيها زي فانكوفر بتوصل ل5%. يعني الضرايب برضو سبب من ضمن اسباب ناس بتقول لك ما بنعرفش نحوش فلوس، ما نقدرش نوفر فلوس بسبب الضرايب الموجوده في كندا. كمان في سبب وبنعتبره ده اخر سبب معانا، وهو بعد كندا عن وطننا الام الوطن العربي، بعد المسافه، وكمان ارتفاع اسعار تذاكر الطيران. يعني تخيل نفسك حضرتك اسرتك 5 افراد، انت وزوجتك و3 اولاد عايزين تسافروا، بتلاقيها محتاجه ميزانيه خاصه، ميزانيه فعلا انك انت تسافر انت واولادك، خاصه محدش بيقدر يسافر كل سنه، لان فعلا ارتفاع اسعار التذاكر ميزانيه كبيره يا جماعه، محدش بيقدر يعمل السفر كل سنه غير اذا كان شاب عازب او اذا كان شاب قاعد هنا بيدرس، ده ممكن ينزل كل سنه تذكرة خفيفة، وبيختار طبعا اوقات لو سيزن اللي هي بيكون فيها التذاكر سعرها مريح شوية. لكن طبعا احنا كأسر
اقل حاجه عشان نسافر لاهلينا 3 سنين، وفي ناس بتقعد اكتر، وفي ناس بتقعد 4 سنين و5 سنين عشان تسافر لبلادها، تذاكر غاليه جدا، وده بيخلق نوع من الجفاف بيننا وبين الوطن، او بيننا وبين الاهل في الوطن، لابتعاد السفريات، لابتعاد ان احنا بنتلاقى. اي نعم التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا مقربة الناس من بعض، والانترنت والناس بتكلم بعض كل يوم، لكن لا غنى فعلا عن حضن الاهل والالتقاء مع الاهل والقعدة مع الاهل والجيران والاصحاب والاصدقاء. ده سبب برضو رئيسي ناس كتير جدا جدا تركت كندا بسببه. عشان كده ده كان اخر سبب من اسباب العودة خارج كندا. بكده يا جماعة أكون اتكلمت عن كل الأسباب الرئيسية والأساسية لهجرة بعض الناس من كندا للخارج. يعني أنا لخصتها في تقريبا 6 أسباب رئيسية، هي دي كانت محور الأسباب المهمة جدا اللي خلت الناس تسافر من كندا للخارج. وعايز أقول لكم حاجة مهمة جدا جدا من تجربتي الشخصية، إن في بعض الناس يا جماعة بيكونوا جايين وفي دماغهم من الأساس الهجرة العكسية دي، يعني هو بيهاجر كندا عشان يطلع تاني من كندا. وطبعا دي لها موضوع تاني كبير قوي، ولها فيديو خاص هبقى اتكلم عنه، لان ليه اسباب كتير واضراره، لان الناس دي بتبقى جاية مفكرة انها جاية بس هتقعد 3-4 سنين، هتستحملهم زي ما يقولوا كده، هيشتغلوا في اي حاجة وهيدرسوا اي حاجة وهيعيشوا باي شكل من الاشكال عشان ياخدوا الباسبور الكندي ويرجعوا تاني مكانهم اللي هو ممكن يكون الخليج، ممكن يكون اوروبا، ممكن يكون بلدهم الام. بيرجعوا بيحسنوا وضعهم اكتر، بيترقوا في وظايفهم اكتر، بيكون لهم وضع اكتر مع حمل الباسبور الكندي اللي ياما اتكلمنا عليه في الفيديو اللي قبل كده، وقلنا فوائده وكل شيء عنه. عاوز اضيف كمان ان من تجربتي حوالي 20 سنه هنا في كندا، ان معظم الناس يا جماعه اللي سافرت وطلعت بره، وطلعت بره كندا وقالت خلاص وداعا يا كندا وباي باي كندا، معظمهم تقريبا 90% منهم رجعوا تاني، وبرضو الاسباب مختلفة. صدقوني عن تجارب شخصية، اصدقاء ليا مقربين جدا تركوا ورجعوا تاني، تركوا 2 سنين و3 وما قدروش يعيشوا برا كندا ورجعوا كندا تاني، ورجعوا قالوا نار كندا ولا جنة بلادنا العربية. ده كان موضوعنا النهاردة، وده كان موضوع الفيديو بتاعنا. يا رب يكون يعجبكم، ويا رب دايما دايما فيديوهاتي كلها تعجبكم. يا رب ما تنسونيش باللايك، وما تنسونيش بالشير والسبسكرايب. وبشكركم بشكركم بشكركم، ودمتم بخير يا أهل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.